عشان شو يتعلم بلعبة الكاسات. اقرأ ياك يلا يدي مرة راسك يا نور. يلا يا عيدي هيك هيك لورا لورا. تحزين واحد اثنين ثلاثة صفلوا يلا يا عمو. طبعا هاي الحفلة اللي تم إقامتها من قبل منظمة إنسان الأعمال الإنسانية كان هدفها الأول هو نفسه للترويح عن الأطفال نتيجة حالة الحرب اللي عم نعيشها بشكل عام، حالة العرب الرعب الخوف اللي صارت مزروعة بنفوس الأطفال. استغلينا هاي الفرصة حتى نجمع الأطفال خاصة أبناء الشهداء ونعمل لهم شيء نشاط دعم نفسي معين من خلال بعض الأغاني اللي أدوها الأطفال نفسهم أو حتى بعض الشباب المشرفين، بعض الألعاب البسيطة رغم بساطتها لأنه كانت قادرة على تزرع الفرحة والبسمة على وجوه هاي الأطفال. طبعا هو أحد يعني أعمال ونشاطات منظمة إنسان بالإضافة لأعمال كفالات اليتيم التي تقوم بها المؤسسة على مستوى منطقة الحولي. سينتهي الحفل بتوزيع بعض أو جوائز على شكل لباس ضمن حملة دثروني 5 التي تقام بشكل سنوي وفي كل عام في منطقة الحولي، حيث سيوزع وسيتم تسليم لكل طفل لباس كامل من الحذاء حتى طاقية الرأس. طبعا نتمنى أن تكون هذه الأعمال مستمرة وأن تكون دائمة في منطقة الحولي لأنه حقيقة نحن في أحوج ما يكون لمثل هذا النشاطات لزرع البسمة والفرح وربما الخروج جزئيا من حالة الحرب والحصار التي نعيشها منذ أكثر من 6 أعوام.